7 أحاديث باطلة يظنها الناس صحيحة. مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب المصطفى. بداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. أولا حديث أطلب العلم ولو بالصين. إن طلب العلم فريضة على كل مسلم، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الحديث لا أصل له. أما الصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. رواه أبو داود والترمذي. ثانيا حديث لعن الله الكذب ولو كان مازحا. هذا حديث مكذوب، ويغني عنه الحديث الصحيح حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ثالثا مقولة دعوة 40 غريبا مستجابة، هذه لا أصل لها. أما الصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. رواه مسلم. رابعا حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئنا أدخلنا ومن شئنا أخرجنا. هذا حديث لا أصل له. أما الصحيح فأن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. قال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. في صحيح النسائي. خامسا حديث العمل عبادة أو العمل كالعبادة، هذا حديث لا أصل له. قال الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله: هذا الحديث لا أصل له، ولعل مستند هذا القول هو ما يتداوله العوام من أن رجلا كان يتعبد في المسجد ليل نهار وله أخ ينفق عليه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب السنة المعتبر. سادسا حديث اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا حديث لا أصل له ومعناه غير صحيح، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فاعطني فإنه لا مستكره له. رواه البخاري. قد ثبت أن الدعاء مما يرد به القضاء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي. الحديث السابع والأخير: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، هذا حديث لا أصل له. أما الصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. رواه الترمذي. وفي النهاية أصدقائي، هذه كانت 7 أحاديث باطلة يظنها الناس صحيحة، وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.